وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال مرفوعا الرقى، قال الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد. الرقى يعني الرقى الشركية التي كانوا يتعاملون بها في الجاهلية، وما فيها من استغاثة بغير الله وغير ذلك. والتمائم التميمة التي تعلق يريدون بها دفع العين، مثل ما يسمونه الحجاب، فيعلقونه مثلا في الرقبة أو في الخصر أو في العضد، هذا كله حرام، لا يجوز أن نعلق عليه شيء. أحيانا همهمات أو كلمات أو غير ذلك من الأمور، هذا من الشرك. فإن علق شيئا من القرآن قلنا هذا حرام، ليس بشرك، وإنما هو حرام، لأن فيه امتهان لكتاب الله عز وجل وامتهان لكلام الله سبحانه وتعالى. قال التولة نوع من السحر، وهو تحبيب المرأة إلى الزوج، والتميمة خرزة ترد العين. التولة من ذلك، وهذا هو الشاهد، أنه شيء يحبب المرأة بزوجها. قالوا هي من أصداف البحر وغيرها، يعلقونها عليه فيسبب حب الرجل لمرأته أو العكس، فهذا من الحرام، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن إتيان السحرة والكهنة.